اليوم بالنسبة لهذا الإشكالية اللي هي مطروحة وهي إشكالية اللي هي عندها واحد الحدة خاصة بحكم أننا كما تعلمون دخلنا في السنة السادسة من الجفاف رغم التساقطات المطرية الأخيرة اللي قلت من هذاك الضغط إن اليوم وصلنا 4 مليار ديال المتر مكعب بالنسبة للسدود في الوقت اللي كنا ما تنجاوزوش 3 مليار و600. إذن وقع واحد تحسن ولكن تبقى غير كافي باش أنه نجاوزوا هذه الإشكالية بالقوة الكافية. ولذلك فما نقوم به هو أولا العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها جهة الملك محمد السادس أيده الله خصوصا ما هو مرتبط بالربط ما بين الأحواض المائية اللي إن شاء الله غنوصلوا فيه اللي هو مرتبط كذلك بتحلية المياه والمحطة ديال الضابطة إن شاء الله الأشغال ديالها غتنطلق في الأيام المقبلة. ما هو وهنالك محطة أخرى التي سيتم العمل بها وهنالك محطة ديال أسفي وجديدة اللي تم إنجازها واللي غتستفد منها هذه المدن وخلال هذا الشهر إن شاء الله 100% ديال ماء الشرب غيستفد منه الساكنة ديال المدينتين ويتم تحويل كذلك البعض من هذه الإمكانيات المائية إلى المدن ديال سطات وبرشيد والدار البيضاء الجنوبية باش أننا في الصيف إن شاء الله فصل الصيف ما نكونش عندنا إشكالية كبيرة في هذا المجال. وهنالك بالطبع ما هو مرتبط كذلك بمعالجة المياه العادمة هنالك برنامج كبير الذي يقوم به وزارة الداخلية العديد من المدن من بينها الدار البيضاء وهنالك كذلك ما هو مرتبط بالاقتصاد في الماء وهذا مجهود جماعي ينبغي أن نقوم به جميعا في مجال الفلاحة في مجال الصناعة في مجال السياحة في مجال الإدارة وبالنسبة للمواطنات والمواطنين لمكافحة تبذير المياه.